تحياتي لكل اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة توافق الأبراج مع بعضها. ووصلنا عند مولود القوس، إذا كان طالعه ميزان أو القمر عنده بالميزان شو ناطره؟ أكيد توقعاتنا لقله أنه ما في حلول جدية بالعلاقة مع الشريك، العلاقة العاطفية، مهما حاولت تعالج المشكلة من عندك، ولكن مهنيا فيني أقول لك أنه في انفراجات قريبة بانتظارك. لكن العلاقة العاطفية عند مولود القوس وطالعه ميزان أو القمر عنده بالميزان، يعني الخلافات ما زالت قائمة بين الطرفين. ضلكم بألف خير وباي باي.